وختاما أقول أنه بهذا التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي الصيني الإنساني والحضاري الدافق وبتعدد القواسم المشتركة في الرؤى والمفاهيم وبما يضمه منتدى التعاون العربي الصيني من آليات وبرامج ومقترحات، فكل ثقة أن انعقاد قمتنا الحالية سيعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي الصيني بكافة صوره، وأننا حين نجتمع مجددا في المستقبل القريب سنكون قد أنجزنا الكثير وقطعنا أشواطا إضافية في مسارات التعاون جميعا. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.